حث اتحاد الكرة العراقي أنديتنا على الابتعاد من الهتافات العنصرية، ومن مبدأ تطبيق اللوائح الخاصة بالاتحادين الدولي والمحلي تقرر منع جماهير أي فريق تثبت عليه هتافات مسيئة من مرافقة فريقه لمدة 7 مباريات، وتكون العقوبة أشد في حال تكرار المخالفة. عربياً، أبدى المهاجم السعودي فهد المولد سعادته بالانتقال إلى فريق ليفانتي على سبيل الإعارة، مشيداً بالروح الجيدة التي أظهرها زملائه الجدد في الفريق الإسباني. بحسب كتاب رسمي، قرر اتحاد غرب آسيا لكرة السلة نقل بطولة الأندية المقرر إقامتها في بغداد خلال شهر آذار المقبل إلى الأردن. ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد يسعى لإنهاء إعارة النجم الكولومبي خاميس رودريغيز إلى بايرن ميونخ الألماني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. أكدت تقارير صحفية أن المدرب الأرجنتيني ديغو سيميوني المدير الفني الحالي لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني خارج الترشيحات لتولي مسؤولية العملاق الإنجليزي تشيلسي عقب نهاية الموسم الحالي. كشفت تقارير صحفية أن الإسباني ديفيد ديخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد قد أخبر رفاقه في المنتخب الإسباني بنيته الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، وأكد ديخيا أنه يستعد للرحيل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.